أذكر هون القاعدات الأساسية بالنسبة للديريفاتيف. أول شيء إي إكس بحد ذاتها الديريفاتيف لإلها هي ذاتها إي إكس. أوكي، نحن عم نعطي الشغلات اللي كتير بتنبط. والإي باور ماينس إكس إكس ديريفاتيف إي ماينس إي باور ماينس إكس. بريز الاكسبوننت بنضرب بالاي بدل الله زاد. عندنا كمان اي باور يو بشكل عام برايم. يو اي باور يو هي الجنرال رول، عم نعمل ديريفيتيف لليو نضرب بالاي. اوكي، هيدي هي كل القصه. والباقيين حيكون فيهم يو تايمز في ويو اوفر في، الاشياء اللي بتعرفوها بنعرف نطبقها. فهودي القصص الأساسية. هلا فينا كمان نعتبر وحدة بارتيكولار قبل الـ U، يعني كتير بتمرق E power AX. هلا هي من وراء الـ U بتعرفها، هي بتصير هي A E power AX، هي كأنه الـ A نزلت لتحت. يعني لأنه أنت إذا عملته derivative للـ AX بتطلع A. بس هي لأنها كتير بتمرق هاي، أنا رأيك بصراحة أنت بأنواع الـ derivative هيك function الـ U ما راح تكون معقدة. اليو راح تكون دائما يا اكس يا ماينس اكس يا شكل اي اكس او اي اكس بس. يعني عارضة هيك بتكون، يعني قليل ما تكون ديجري 2 مثلا، او قليل ما تكون راديكال، او قليل ما تكون فراكشن. بس بشكل عام انه شو ما كانت انا عم بعمل ديريفيتيف لها وعم بضربها بالاكسبوننشال. اوكي، هودي الاساسيات. طيب هلا حتشوفوا الشغل بالاكسبوننشال هيك سلس شوي، لانه فكرة انه بالديريفاتيف تاعيتها بترجع تدين. فباليو تايمز في وباليو اوفر في بترجع تدين مرتين. دي كرمالك فين استغل هالشيء اللي عمل لك الترايف، هنشوفه هلا. طيب حنبلش باول بارت ابلكيشن. اعطيتكم انا 2 اكس بلس 1 ماينس اي تو ذا باور اكس بلس 1، انا نعمل ديريفاتيف لها. طيب هون مقسمة عادي، سم تعمل ديريفاتيف لكل وحدة لحالها. الاولى الديريفاتيف لها هيدا بولينوميال ما له علاقة بالاكسبونشال 2 كنا بنعرفها. ال1 الديريفيتيف الاله بتروح زيرو، وهون ماينس بتضل ماينس. هون حطيتها بس بتفيد مركز لفهمكم انه اذا انا اعتبرت هيدي شكلها يو، عملت ديريفيتيف لها، شو الديريفيتيف للاكس بلس 1؟ هي 1 اي باور اكس بلس 1. يعني طبقت هاي الرول، فهمتوا؟ ديريفيتيف للاي يو هي يو برايم تايمز يو، يعني بتعملوا ديريفيتيف للاكسبوننت اللي فوق اللي هو 1، بتضربه بترجع بالاكسبونشال، برجع بضرب فيها بتطلع. طبعا فينا نحط كل هاي اوامر، بس هلا بس لانه بعدنا اول بارت عم نجربها معكم. ماشي، هيك بتكون خلصت. بكره مثلا شو اهميتها هاي عشان تعرفوا ليه اخذنا السولف؟ يعني ما تنسوا ان الاكسبونشال از اولويز بوزيتيف. اوكي، هذا موضوع كثير مهم بكره بالدرس. يعني هيدي هون لو كانت بلس كانت هاي الفانكشن طلعت اولويز انكريزنج، يعني كان بوزيتيف. هي كلها دائما بوزيتيف لي، لانه ماينس هيدي اذا بدك تعمل اكستريمم، يعني بدك تعمل تيبل اوبريشن بدك تعمل لها هيدي سولف ايكوال تو شو؟ ايكوال تو زيرو. كنت وصلت ل اي تو ذا باور اكس بلس 1 ايكوال 2، يعني صار شغله مثل امبارح. فهمتوا كيف؟ يعني كانت طلعت مع اكس بلس 1 بلس 1 هي لان 2 لان 2 ماينس 1 كيف يعني. وبالتالي كان طلع هيدا لان 2 ماينس 1 او الماينس 1 بلس لان 2 كان طلع اكستريمم اللي هو ماكسيموم او مينيموم، وبتشتغلوا عادي تيبل اوبريشن. كرمال هيك نحن عم نمرن حالنا على الموضوع. كرمال هيك نحن بعد بقينا بس الليمتس ونصير جاهزين نبلش نعمل استدي عادي. ماشي؟ طيب المهم هلا نحن بس سؤالنا هون عم نتمرن على الدريفل، مش هدفنا تيبل اوبريشن، هدفنا هلا تمرين على الدريفل. ثاني بارت وثالث بارت اثنيناتهم على اليو تايمز في نيو تايمز. اوكي؟ هيدي شكلها مباشرة U times U. ركزوا هون منيح شو حنطلع بخلاصة آخر شيء. يعني التلميذ حلو يكون عارف شو ناطر يطلع الجواب بالشكل. هلا طبعا مش رح تعرفوا انتم بالضبط شو رح يطلع، بس انه بتكون متوقع شو رح يطلع. هلا بنحكي عنه بس نخلص. طيب عندنا هي الفانكشن شكلها minus x plus 2 into e to the power 2x. طالما في times هون بيناتهم معناتها هيدي شكل U times
اول غلطه بيقع فيها التلميذ شويه، هنحكي عن اوام عشان ما تغلط فيها. بيجي تلميذ بكل بساطه هاي، ما هي لحال هي لحال. بيجي بالضبط، بيجي بيعمل دريفتيف لهاي ودريفتيف لهاي، بيضربهم ببعض. هذا الشيء غلط، هذا الشيء فينا نعمله فوق بس يكون في سام بينهم، بس يكون في برودكت. طالما باليو والفي في اكس يعني في فاريبل وهي في بيناتهم تايمز، معناتها هون عندي الفورمولا تاعت اليو تايمز. كرمال هيك اول شيء عملته حطيت الفورمولا. انا بنصحكم تحطوها حتى لو بتعرفوها، بنصحكم تحطوها بس لتشوفوها قدامكم. انا هون عم طبق القاعده تبع يو تايمز بي اللي هي بكون انت حافظها بتعرفها من هذيك السنه، يو برايم بي بلس بي برايم. طيب هلا هون في تلاميذ كمان بيحبوا يزيدوا يكتبوا من هي اليو من هي الفي ويعملوا الدريفيتيف، يعني على طريقه هذيك السنه كيف كنا نبلش اول شيء. فيك تعمل هيك وفيك هون قوانين تطبق، يعني منا ازمه. اوكي، يو برايم من هي اليو برايم؟ اذا اليو هي ماينس اكس بلس 2، اليو برايم عم تعمل دريفيتيف لهيدا، بس دريفيتيف لهيدا البولينومي اللي هو بكل بساطه مين؟ ماينس 1. هي هيدا اليو برايم. تابع معي؟ يو برايم هي ماينس 1، هي الدريفيتيف للماينس اكس بلس 2 تايمز في، برجع بضرب الفي مثل ما هي. ولاحظوا كلهم نحطهم بتوين براكتس لتمييزهم، يعني يو برايم لحالها وفي لحالها بلس في برايم. هلا هون اجى دور الاكسبانشن دريفيتيف. دريفيتيف لل اي تو ذا باور 2 اكس هي شكلها اي تو ذا باور اي اكس، او فيك تعتبرها اي يو مثل ما بدك. تعملوا دريفيتيف لل 2 اكس اللي هي 2 تايمز اي تو اكس، فهيدا في برايم. مش الحال؟ هذا الفي برايم تايمز يو، برجع بنقل اليو مثل ما هي ماينس اكس بلس. لهون هذا عنده شيء سؤال؟ كل شيء تمام؟ شو الشباب؟ يس كثير. طيب تمام استاذ. يو برايم في بلس في برايم. هلا ابتداء من هون وطلوع ما عادش في عندي دريفيتيف، هلا في عندي شغل كالكوليشن. هلا هون التلميذ يمكن بيروح عاده لو انا بترك له الحريه يعمل اكسباند، يعني بيحب يعمل اكسباند، بس انا هون بدي استغل شغله كومن فاكتور افضل. بما انه الاكسبوننشال حتبين دائما، لانه طلعوا باليو برايم في حتبين بالفي، وبالفي برايم يو بالفي برايم كمان راح تبين. فهمتوا كيف؟ ما هي الدريفيتيف للاي حيضلوا فيها اي. كرمال هيك هون مش صدفه، هون كل مره عم بتطبقوا انتم يو تايمز في، هيدا الاكسبوننشال اللي هون حيضلوا يبين بالحالتين. طيب بياخذوا كومن فاكتور. فهمتوا كيف؟ طيب بس لفسركم كيف اخذت هيدا الشيء، كيف عملت الكومن فاكتور. هون بيجي انا بفتح براكت بهذا الشكل، خليها فاضيه جوا، طبعا بكبرها وبصغرها حسب قد ايه عندي تيرمز، يعني انتم بتكونوا شايفين، وبحط برا اي باور 2 اكس. يعني الكومن فاكتور خذوه على اليمين مش على الشمال مثل ما انتم عارفين، بس افضل كرمال يضلوا هيك على يعني للترتيب مش اكثر. طيب لما اخذته اي باور 2 اكس شو بقي من اول واحد؟ ماينس 1. هون انتبهوا في بلس 2 مضروب بهيدا، يعني هون انت عم تضرب ال 2 عم تعمل لها اكسباند بمين؟ بالماينس اكس بلس 2. تعمل لها بسرعه اكسباند بتصير ماينس 2 اكس بلس 1، بس لتعرفوا من وين اجت. طيب اوكي، وفيك اذا بدك اذا ما عجبتك هاي الطريقه فيك تعمل اكسباند عادي للكل وترجع تاخذ الاي باور اكس 1 اللي بدك اياه، بس انا عم وفر على اكسباند. وضحت؟ فاخذنا الاي باور 2 اكس على اليمين والمضروبين فيها حطيناهم هون. طبعا بدنا نحترم الساين، انتبه يعني هلا بعد شوي في ماينس هون، انا غير الساين هون سيبت عندي 2 انتو هاي ضربناها بنظبطها. طبعا هاي البولينوميال تطلع ماينس 2 اكس وماينس 1 بلس 4 هي بلس 8. دائما نحط الاكس قبل، تفضل كرمال الساين تاعيتها للدريفيتيف كرمال التيبل اوبريشن. هيدا الدريفيتيف. طيب شو بتلاحظوا؟ حدا منكم لاحظ شيء؟ هيدي الفانكشن اللي انتم عملتوا لها دريفيتيف صح؟ هيدا الدريفيتيف، هيدا الجواب. في حدا يقول لي هيك ملاحظه لاحظها هيك لينك بين الاف والاف برايم؟ حدا لاحظ شيء علاقه بيناتهم؟ اول شيء نفس الكومن فاكتور عنا اي باور 2 اكس اي باور 2 اكس. اوكي هيدي شغله مضبوطه، انه طلع بالجواب في اي باور واثنيناتهم بالفيرست ديجري؟ نو برافو، لا ما خلص بس فيرست ديجري ضرب، يعني الشكل تبع الفانكشن بس يكون شكله يو تايمز في. اذا كانت بولينوميال ضرب اكسبوننشال بتكونوا انتم ناطرين انه الديريفيتيف يطلع بولينوميال اوف سيم ديجري بس انذر بولينوميال اكيد مالتيبلايد باي ذا سيم اكسبوننشال. ايوه
يعني انا عارف كنت هون قبل ما بلش فيها، بس اوصل للجواب النهائي راح يطلع بولينوميال هون بيشبه هيدا، يعني ديجري 1 تايمز اي باور تو اكس. هلا مثلا طلعوا بالاف اللي حنعمله لنشوف شو حنتوقع. هون في عندي 2 طبعا 2 ماي لاين بتدرب في الالازي، هيدا عندي يو تايمز في ولا لا؟ بلا. هيدا بولينوميال اوف ديجري شو؟ 2. وهيدا اكسبوننشال اي ماينس اكس. عندي يطلع ديجري 2 انه حيطلع الجواب polynomial another polynomial of degree 2 multiplied by e minus x. لازم يطلع كنت فيه، يعني بتكون ناطر انت يطلع عندك جواب بهذا الشكل. كلمه هيك دائما خدوا الاي باور كومن فاكتور بس تعمل ديريفيت ماشي، بس هون حتاخذ شغل اكثر لانه في ديريفيت اكثر، بس هي بتصير اطول شوي بس مش مشكله. ديريفيت ال2 هي 0 هي بلس، هيدي كمان شكلها يو تايمز بي. هلا انا هون لانه حطيتها ما راح احطها مره ثانيه، بس انت اذا بدك فيك ترجع تحط القاعده اللي هي يو برايم في بلس يو برايم، فيك اوين بلش انت بتكون شايف ان هي اليو وشايف ان هي البي الثانيه. يو برايم انت حافظ الرول براسك انه هي يو برايم في. يو برايم يعني انت عم تعمل ديريفيتيف لهي اللي هي 2x ماينس 3 اللي هو برايم اوكي تايمز في، يعني تايمز اي باور ماينس هيك عملنا اليو برايم في بلس بلس اي برايم. بدنا نعمل هلا ديريفاتيف للاي باور ماينس اكس ماينس اي ماينس اكس تايمز هيدا الفي برايم تايمز يو برجع من الاوديوم. طيب في شغله قبل ما اكفي بدي اعطيها ملاحظه هون، هون ثائبت انتم في عندكم بلس، لو في عندكم ماينس هذا الشيء حيصير هلا بعدين بالبارت 7 8 اوكي او 6 7 8 مو بعد. لو في عندكم ماينس هون انتبهوا كنا بدنا نحط لهيدي كلها بتوين شو ركت لانه حيرجع يغير الساين. هلا انا ما حطيتها صراحه لانه في بلس فهمتوا، بس لو في ماينس كنا بدنا نحط هون بركت كبيره لانه هذا البلس اللي هون شايفينه كان حيرجع يصير ماينس. وضحت؟ فانتبهوا منيح من هالقصص هيك اتفقنا. انا هون ما كان صارت ماينس ماينس. لا اذا بدك تحط البراكت فيك كنت اول ما تعمل تشينج ساين مثلا ايه اللي كل واحد بيعرف حاله هو حسب قديش هو بضاي بهالقصص. طيب اف برايم هلا هون مثل العاده بعرف عجقت عليك هون بس معلش العجقه بالمات حلوه. تاخذوا هلا اي باور ماينس اكس كومن فاكتور حتى هون على اليمين فتحت براكت شو بقي من اول فاكتور؟ بقي هيدا مثل ما هو نزل 2x ماينس 3 هون. هلا انتبهوا بلس ضرب ماينس هي ماينس الماينس روبي هيدا كله ماينس اكس سكوير بلس 3x ماينس 5 هون ما بنعمل تشينج ساين احنا راح تصير ماينس اكس سكوير بلس 3x ماينس 5 يعني هون عم نعمل اكسباند لهيدا بمين؟ بماينس 1 سيب هون طلع ماينس 1 وهلا بترتبهم من الديجري 2 للصغير بتطلع ماينس اكس سكوير بلس 5x ماينس 8 اوكي هذا هو الجواب النهائي للدرجه. كمان طلع بولينوميال اوف ديجري 2 ضرب اكس. هلا اذا بدكم فينا كمان نفوت بتفاصيل اكثر فينا نفوت بتفاصيل الاي تبع البولينوميال كيف نعرف اذا هو بوزيتيف او نيجاتيف. يعني هون مثلا الاي نيجاتيف مضروب بالاكس كمان طلع هون الاي شو نيجاتيف. عرفتوا ليه؟ لانه الاكسبوننشال الاكسبوننت تبعه بوزيتيف. بس يكون الاكسبوننشال الاكسبوننت تبعه بوزيتيف بيطلعوا سيم ساين اي، بس يكون الاكسبوننشال الساين تبعه نيجاتيف كله نيجاتيف يعني هون الاكسبوننشال بوزيتيف هون شو صارت نيجاتيف. يعني هول شغلات هيك توقعات التلميذ هو لحاله. يعني انا لما كنت بعمركم انا هول كنت بحظهم لحالي مع الوقت يعني انا عم بشتغل كنت كيف هيك يعني بحب اعطيهم للتلميذ كرمال اذا شي مره طلع بولينوميال ديجري 2 بس طلعت بلس يعرف انه في شي غلط يكون غلطان بشي محل هون بالساين فهمتوا كيف؟ فانتبهوا من هالقصص هيدي. يعني هيدي شغلات بتساعدكم اكثر لتتاكدوا من شغلكم صح مش الحال؟ ننتقل للبارت 4 كل شيء تمام؟ اس رح محي انا هلا. نعيم انت مثل العاده عم بتصور اذا بدك هيك للتلاميذ يراجعوا طريقه حبيتها يعني عشان اذا ما بده الواحد يروح دائما للفيديو مين عم بفوت هلا عشان الله عم تقول تسعة ثلاث. طيب
هنروح على البارت 4. هلا هون بلشنا ب يو اوفر في، كلهم هولي على يو اوفر في، كمان هولي مهمين كتير صراحة. أنا عم دربكم على الأشياء اللي بتشبه الأسئلة اللي حتكون بالستدي، يعني كتير حيكونوا بيشبهون يعني إلى حد ما. طيب هيدي الفانكشن عم بلش بها، هيدي شكلها يو اوفر في، هيدي يو وهيدي الديريفاتيف لليو اوفر في، كلكم حافظينها يو برايم في زي برايم يو اوفر في سكوير. هيدي كتير سهلة وكتير سلسة، ليه؟ لأنه الإكسبوننشال هو اي باور اكس، أهين شيء بالعالم الديريفاتيف تبع الاي اكس، أهين ديريفاتيف هي الاي اكس لأنه بتضلها هي ذاتها. أوكي؟ فهون شو بتصير؟ الديريفاتيف للاي اكس ماينس 2 هي ذاتها اي اكس ضرب في ماينس، يعني حتى أسلس هي من اللي قبل كنا نحلها. الديريفاتيف لتحت كمان اي اكس، قلتوا ليه؟ لأنه هذا الكونستانت اللي عم بيكون ماينس 2 بلس 2 الديريفاتيف طبعا زيرو ما له اي. فانت هون عمليا بس عم تعمل ديريفاتيف للاكسبوننشال وسائبت اي اكس اثنيناتهم اي اكس، فهمتوا كيف؟ عشان هيك طلعوا سهلين كثير. انتوا النيميريتر اللي هو اي اكس ماينس 2 عادي عم نطبق يو برايم في ماينس 2 على في سكوير. هلا هون حتلاحظوا انه ما اخذت اي اكس كونتاكت مع انه كان فيني اخذها، يعني عشان ما تقولوا ليش هون حتى هون ما اخذت. هلا انا بفضل بالتايمز بالبرودكت ناخذها دائما، بالديفيجن لانه هون في عندي اكسبوننشال 2 ما بدي اياك تضيع بين هيدي الاي اكس وهيدي الاي اكس. هلا هي فيك تاخذ هيك كونتاكت وبيمشي الحال، يعني هلا بيرجع بيطلع نفس الجواب معك، فهمتوا كيف؟ بس اذا بدك هون طالما في اي ضرب اي فيني اعمل اكسباند انا مرتاح، يعني ما عندي مشكله. يعني هون بتصير شو؟ اي اكس ضرب اي اكس هي اي باور 2 اكس. على فكره اي اكس تايمز اي اكس عندها اسلوبين، ممكن بالميز يعتبرها اي باور اكس كلها سكوير اي زد، اصلا ما هي اي اكس كلها سكوير هي ذاتها اي باور 2 اكس، صح؟ هي زد. انا صراحه ما عملت هيك، انا اشتغلت على اساس انه اذا عم بضرب اثنين اكسبوننشال بجمع الاكسبوننتس، يعني اي ضرب اي بجمع الاكس بين اكس بيطلع 2 اكس بهالبساطه، فهمت كيف؟ وهون عادي بلس 2 اي اكس، هون رجعت عملت اكسباند وغيرت ساين ماينس اي 2 اكس، هون انتبهوا ماينس ماينس بصير بلس 2 اي اكس. هون لو فرضنا تلميذ بالغلط هيدي ما انتبه لها ترقى ماينس، شو كان حيطلع الجواب عنده؟ يعني هون ماينس 4 زيرو كله كان حيطلع زيرو. طيب مش منطق تكون زيرو الديريفاتيف، بتعرفوا ليه؟ هلا هي فيها تكون بس بتعرفوا ليش هون لازم نعرف حاله غلطان؟ كان في اي باور اكس لا برايم اذا طلعت زيرو الديريفاتيف لمين؟ كان عندي كونستنت انا الديريفاتيف لكونستنت هي صفر، هذا مو كونستنت. اذا الاف برايم زيرو معناتها الاف لازم تكون كونستنت، يعني لازم بمحل نعمل سمبليفاي كثير الاكس ما بتروح الاكس راح يضل فاكيد في شيء غلط عندك، فانتبهوا منيح من هالقصص هيك، فهمتوا كيف؟ فهون طلعت لا هون طلعت بلس اي تو اكس وبالتالي بتروح هاي مع هاي وبيبقى عندك 2 بلس 2 4 اي اكس على اي اكس. طيب هذا النوع من الفانكشن مثلا سهل بكفي، هيدي فانكشن ستريكتلي انكريزنج ليه؟ فوق اولويز بوزيتيف لانه فوق بوزيتيف دائما وتحت بوزيتيف دائما سكويرد. اكسبوننشال كثير مهم بالكم تتذكروا انه هي ستريكتلي بوزيتيف، ما في بيور اكسبوننشال هالفانكشن ما فيها اكس اصلا، فهمت كيف؟ فطلعت 4 ضرب اي اكس على اي اكس بلس 2 سكوير، هيدي اولويز بوزيتيف يعني هي فانكشن اولويز انكريزنج. يعني بكره حتشوفوا بالكتاب عندكم يمكن نمبر 5 او 6 سؤال بيشبه هيدا، فهمت كيف؟ يعني هو الفانكشن بيكون هيك ما نعمل له ستدي، نجيب الليمتس الديريفاتيف ومكفي عادي. هذا النوع مطلوب بالامتحانات رسميه حتى مره او مرتين انه شيء بيشبه هذا النوع بتحيط او هذا النوع او هذا النوع. هولي عم بعطيكم انا اسئله رح تستفيدوا منهم بالامتحانات الرسميه، رح يعني رح تشوفوا دورات كثير بتشبههم بالشكل، يعني هو بيكون السؤال منعطر ينعمل له ستدي. فنحن هلا عم نتدرب على الديريفاتيف، اوكي؟ حنرجع نتدرب التنين على الليمتس، بالليمتس كمان حتشوفوا شيء بيشبههم. طيب هلا لهون مش الحال بار 4 بار 5 بار 5 كثير بتشبه البار 4 بس الفرق زايد هون هالشقفه هيدي زايد اكس بس عادي الديريفاتيف لها ايكوال تو شو هاي 1 ماشي ماينس هيدي هلا شكلها بيرجع مثل اللي فوق شو يو اوفر اول شيء اللي غيرته حطيت ماينس برا مش بلس وثاني شيء باليو اوفر في هالمره في عندي اي باور ماينس اف مش اي باور اكس
يعني قوينا شويه دوز اذا بدكم، صار في ساين. حنقوي اكثر الدوز بالبارت 6 بتصير هون اي باور ماينس 2 اكس، بصير مضروب درام. يعني كل مره هيك عم ننتقل من مرحله لمرحله بشكل نتدرب على كل الاشكال باليو اوفر هي. شو ما اجى نعرف نحن. طيب هلا بدي اشتغل هون، هيدي هون اللي شايفينها هي هلا تطبيق قاعده يو برايم في ما نزيدها. الوان تركناها برا هي الديريفيتيف للاكس، بتضل اصلا برا يعني داخل الجو. يو برايم شو الديريفيتيف للاي باور ماينس اكس؟ هي ماينس اي ماينس اكس والثري ديريفيتيف للاس. فهيدي هي دي برايم. اني كويستشن هون صبايا؟ مش عم اسمع صوتكم كلكم، ماشي حالكم؟ ليش حاسس؟ لا استاذ ماشي الحال. استاذ كله تمام. كثير يو برايم لكان الديريفيتيف للماينس اكس هي ماينس 1، فبتصير ماينس اي ماينس اكس ضرب في، هيدي هي زيتها عادي. ماينس في برايم نفس الخبريه كمان الديريفيتيف للاي ماينس اكس هي ماينس اي ماينس اكس درجة. هلا بعرف انه في تلاميذ عم بيقولوا معقول تسائب كل مره هيك؟ هلا صراحه لا ما بتسائب كل مره هيك اذا انا غيرت تحت الاكسبوننشال، يعني اذا هون اعتبرت اي ماينس اكس هون اعتبرت اي باور 3 اكس ما بيطلع كومن فاكتور ساعتها. فهمتوا كيف؟ ممكن تصير، بس هي اجمالا الاثنين اكسبوننشال بيكون عندهم سيم اكسبوننت فوق وتحت اجمالا يعني. فهمتوا كيف؟ بس اذا كانت غير اكسبوننت اكيد هيدا بيطلع غير، وبالتالي ما بقى فيني اخذ كومن فاكتور كثير. هيك هون الافضل نعمل اكسباند هيك بشكل عام بتزبط. اوفر في سبوت هيدا ال1 ضليت ماينس ضليت، هلا بتعمل اكسباند. هون انتبهوا انا عم باخذ كومن فاكتور بعدين كنسله. فيك تعمل، بس عم اقول لك انا لو انا هيدي بغير الاكسبوننت هون ما فيك تاخذ كومن فاكتور. ما كان طلع نفسي، بس هون فينا ناخذ كومن فاكتور اكيد. طيب هلا انا هون عملت اكسباند عادي ماينس ضليت ماينس، لانه انا تارك الماينس برا. اي ماينس اكس ضرب اي ماينس اكس. هون في تلاميذ بيتفزلقوا بالتفكير تبعهم، بصير يفكروا ماينس وماينس بصير بلس. انت هون يا حبيبي عم تجمع مش عم تضرب، فهمتوا؟ يعني هون لما عم تضرب شو عم تعملوا بالاكسبوننتس؟ عم تجمعوهم، يعني هيدي ماينس اكس ماينس اكس ماينس 2 اكس ماينس 2 اكس، مش تحطوها بلس 2 اكس على منطق انه ماينس ضرب ماينس هي بلس. هون مش عم بضرب انا، هون عم بضرب الاكسبوننشال مش الاكسبوننتس. لما عم بضرب الاكسبوننشال بكون عم بجمع الاكسبوننتس، انتبهوا لها. اوكي انا عم بحكي عن شغلات كثير تلاميذ شاطرين حتى بيقعوا فيه، يعني مال امانه عليك. اوكي مال هيك بدنا ننتبه. طيب ماينس ضرب ماينس هون بقي عندي بلس اي باور ماينس اكس، مش الحال. هون نفس الشيء، هون انتبهوا بس للساين، هون ارتحنا من الساين. ماينس ضرب ماينس هي بلس، فصارت كلها بلس هلا اي باور ماينس 2 اكس، وهون عندنا 3 ماينس اكس. مثل ما لاحظتوا كمان تعرفوا اجمالا دائما بس يكون في واحد مشترك فوق وتحت بس تعملوا اكسباند حيطير هيدا. والدليل انه اذا احمد اخذ كومن فاكتور اصلا مش حيبين هيدا. انتوا كيف؟ حيبين بس الرقم اللي هو 1 بلس 3. يعني حيطيروا جوا اصلا هي من اي ماينس اكس واي ماينس اكس. فهون دائما في شيء بطير. فبقي عندي اخر شيء 1 ماينس هيدي هون صارت 4 اي ماينس اكس على اي ماينس اكس بس. هيدي مثلا ما فيني احدد الساين تبعها. هيدي بدي اعملها سولف ايكوال تو زيرو. لو كانت فانكشن بدل ما لها ستدي، لانه هون اللي نزع الموضوع مين؟ هيدا الماينس اللي هون. لو كانت هيدي بلس كان مش الحال، كانت طلعت اولويز شو كمان؟ بوزيتيف. بس هون في عندي 1 ماينس، يعني ممكن هي تسفر المحل. فهمتوا؟ ساعتها بتعملوا سيم بيرميتر وبتعملوا اكسباند لهي بيطلع شكلها ايكويشن اوف سكند ديجري على اي ماينس اكس. بكره بتمرن. اوكي؟ اوكي. اخر بارت اللي انا حللهم هون حبعتكم اياهم اليوم، يعني انا امبارح حبعتها هيدي فيها نمبر 1 كله وفيها لا نحن لما حلينا ما كان مطلوب 6 كان مطلوب 7. اوكي مش مشكله هلا هي حنحل 6 توقفكم بلش. طيب بدكم تحلوها انتم لحالكم طالما ما كانتش بالهوم ورك حابين نروح اوام على الليمتس. خلص يلا طالما قلت هيك يا احمد خلص انا بدي منكم انتم تحلوها طالما كان عندكم ال7. انا نقل خلص بلاها يلا بعرف لك كرهوك رفقاتك بس مش مشكلة خلص ها هروح لشي تاني يعني. 6 حتكون هوم ورك لكم لبكره بس ما انا حبعتكم اياها اليوم حتشوف الحل تبعها انه انتم ضامنين انا صورت استس الله عنا طيب مش مشكلة خلص بتحلوها لحالكم اليوم معلش عشان تفهموها اوكي لانه فيها شغل اكثر يعني فيها اي باور تو اكس بكره برجع بشرحها مش مشكلة. طيب بالنسبة للليمتس
نحن هو بالكتاب رجعنا للكتاب يعني ما فيش شيء هلا ما بعرف اي بيج هيدا مثل 35 36 ما بعرف انا هلا عم بحكي عن هالبارت نحن كل شيء غير هالبارت شرحناه ما عدا طبعا الانتجرال اللي حنرجع نعطيه بس نخلص اكسبونشال طيب هون كمان في عندنا مثل ما في باللان فورمولا وفي عندي رول صار نفس الشيء هود اللي فوق اثنين هن الفورمولا الاساسيه اصلا استنتجناهم هول وقتها من التيبل اوف فاريشن هلا حنناقشهم شوي منطقيين وهول اللي تحت هن رولز رولز يعني هن بالشكل بيكونوا undetermined form بس نحن رح قلنا نستعمله اوكي طيب لحظه بس نشيلها اوكي يلا بالنسبه لهون عم اقول انا limit of ex as x tends to minus infinity is equal to zero يعني بمعنى تاني اذا انت عم بتعوض بالاكسبوننشال باللمتس وطلع معك e power minus infinity هيدا بيكون tends to what tends to zero منطقية ولا لا كيف بعرف منطقية لانه اذا انتو هلا حدا حط ممنوع كالكوليتر اذا بتحسبوا e power minus 4 بس minus 4 اذا بتحسبوا e power minus 4 بتطلع معكم 0.0 شيء e power minus 6 بتطلع 0.00 شيء شو الفكرة كل ما تزغروا هيدا الاكسبوننت صوب النيجاتيف كل ما الاكسبوننشال عم بيقرب على مين على الزيرو بضلوا بوزيتيف بس بيقرب على الزيرو بيصغر كثير كثير بيضعف فهمتوا فكيف اذا كان ماينس انفينيتي يعني احنا عم نحسب بس اي باور ماينس 4 اي باور ماينس 5 كيف اذا كان هيدا اي باور ماينس 10 او اي باور ماينس 100 او اي باور ماينس 1000 هولي ما بتحسبهم بالكالكوليتر اصلا فهمتوا كيف هولي بيعطيك اياهم دائما كالكوليتر زيرو خلص معش يعني ما بقى بيقدر يعطيك جواب وضحت الثاني هي العكس كليا الثاني هي دليل انه الاكسبوننشال هي اقوى شيء بنوع الفانكشن اللي اخذته لها اقوى فانكشن بتعرفوها هي اي باور 1 اصلا هي 2 بالضبط باور 2 لحالها 7 هلا شو يكبر اي باور 3 21 اي باور 5 صرنا فوق تنس تو انفينيتي او 80 فهيدي اكيد تنس تو شو تو بلس انفينيتي يعني هون اي باور 10 بس الثانيه اللي هي ولا شيء قدام الانفينيتي اذا بتحسبوا اي باور 10 ما بعرف اذا الكالكوليتر بتحسبها بتطلع كثير كبير بتطلع رقم كثير كبير فاي باور بلس انفينيتي هي اكيد شو بتكون بلس فهيدي ثاني ليمت على الاي اكس على بلس انفينيتي هي بلس هون بالليمتس عندنا بس على الماينس انفينيتي على بلس انفينيتي ما في على الزيرو مثل الان لانه الدومين هون ماينس انفينيتي بلس انفينيتي اتفقنا؟ لكن هول هن الاساسيات هولي فورمولا هولي يعني بتكون يعني بكره بكل سؤال بدكم تعوضوا بده يطلع عندك يا اي ماينس انفينيتي يا اي بلس انفينيتي فبالتالي هيدي زيرو وهيدي بلس انفينيتي اوكي نيجي للقاعدات انا حاشرح هلا الاولى لانه ما عندي وقت الباقيين فيه والباقيين حنحفظهم قاعدات بالنسبه للاولى هلا هي بالحقيقه هاي اذا عوضته انا حعوض اول شيء لفرجيك انه هي رول تطلع e power plus infinity عم جيب الليمت للاكسبوننشال x على x as x tends to plus infinity هون بدنا ننتبه في رولز على plus infinity وفي رولز على minus infinity طيب تطلع e plus infinity على plus infinity فرجيكم شو بتطلع طيب e plus infinity هلا شفناها فوق شو هي e plus infinity هي بتضلها شو plus infinity هي بالحقيقة plus infinity over plus infinity يعني هي undetermined form ولا لا هي عم تعمل فور هلا الى حل بيجي نعيم بيقول لي عادي فينا نحلها باي لوبيتال رول مزبوط فيك تحلها باي لوبيتال رول وهلا راح حله قدام راح افرجيكم انها سهله اذا طبقتوا اللوبيتال رول اتشار هي لو الدريفاتيف على الدريفاتيف اكس 1 الدريفاتيف ده الاي اكس 4 هي اي اكس بتضل الدريفاتيف ده الاكس تحت شو هي 1 اذا بترجع بتعوض بلس انفينيتي بتطلع اي بلس انفينيتي على 1 يعني شو يعني محلول ممكن تلميذي الاستاذ ما بتعذبني يعني حتى في اساتذه ما بيعطونا ثلاث قاعدات صراحه ما بيعطونا بيقولوا خلص بدناش نحفظ التلميذ قاعدات دائما بنعلمه شو بيعمل انه بيعملها فراكشن وبيضرب الاوبيتال رول وانتهى بس انا صراحه بحب اعطيها لهي لانه هي عن جد منطقيه يعني هي ما بدها حتى تفكر بالاوبيتال رول وما بدها حتى تعوض بعدنا هلا شايفين نحن انه الاي بلس انفينيتي شيء كثير سريع انت هوني عم تاخد الاكس على بلس انفينيتي يعني اي باور بلس انفينيتي كتير كبير قدام مين بلس انفينيتي يعني انت اذا خد بس ال 10 طيب اي باور 10
يعني كأنك هون عم تقسم انت اي باور 10 على 10. اي باور 10 ما بعرف حدا منكم حده كالكوليتر، انا ما بعرف حد من ناحيه كالكوليتر. اي باور 10 لحالها بتطلع ما بعرف يعني بتطلع 22026 فاصل شيء. طيب 22000 اسم الفانكشن للاي ام سي بقى 22000 انا بس على 10 هتضل 2200 ولا عمل شيء ولا هزل تاني. فهمت شو قصدي؟ هيدي بس التام انتبهوا. كيف اذا كانت على بلس انفينيتي 100 مثلا او 1000؟ فهي الفكره انه اللي فوق عم بيكون كثير اكبر من مين؟ من الديرميتر. بهالحاله هيدي الريفراكشن بتضلها شو؟ بلس انفينيتي. فهمتوا كيف؟ يعني قصه منطقيه. الاكسبوننشال حدا كثير كثير قوي كثير سريع على بلس انفينيتي، معناتها هذا الاكس يا حرام لو عتر اللي تحت ما راح يبين قدامه، ما راح يلحقه. فهمتوا شو قصدي؟ يعني هو مثل كانه سيارتين حاطط وحده فراري وحده فيات موديل السبعين حطهم حد بعض بدهم يتسابقوا مع بعض. حرام هذاك على التقليع بكون هذاك اللي بعده عم بحط اول ثاني. عم تفهم كيف؟ هي فكره. هي كثير اسرع من مين؟ من الاكس على فصل الفينتي، وبالتالي منطقيا انه هي فصل. بس انتبهوا في ناس بيروحوا بفكرهم كثير للمنطق وبيوقعوا بالفخ. يعني بيقول لي طيب استاذ ليش مره مرقت اكس على اي اكس؟ كمان منطقيا الاكس كثير ضعيف قدام الاكس معناتها هي زيرو. صراحه هيدي قبل كانت مسموحه، يعني كان تلميذ اذا مرقت معه ليمت للاكس على الاي اكس يحط اوام زيرو نعتبره يا صح. بس هلا اخر فتره صاروا هن يعتمدوا بس على القاعده انه خلص يا بتكون رول يا بدي برهنه. فلا اذا كانت اكس اوفر اي اكس فيك تطلع الاكس لفوق هي شايفينها هون. رحنا للثاني يعني اذا كان شكلها اكس اوفر اي اكس مزبوط بالمنطق معك حق، هي عكس هيك. اذا هيدي انفينيتي معناتها الاكس على اي اكس المفروض تنس تو شو؟ تو زيرو. بس الاكس اوفر اي اكس طلع لي اكس لفوق شو بتصير؟ اكس اي باور ناقص اكس. طيب وحط لك اياها يعني هون اذا بدخل فيكم تفهموا ثاني نقطه من وراء اول نقطه. اذا قلبنا هاي الفراكشن على البلس انفينيتي بعدها عم بيشتغل ها؟ اذا قلبنا هاي الفراكشن بتصير كانه 1 على انفينيتي يعني زيرو. اكس اوفر اي اكس طلع لي اكس لفوق بتصير اكس اي ناقص اكس. هيدي ذا سكندري. هول الاثنين الباقيين كثير مهمين كثير كثير مهمين كثير بينضربوا. هول شكلهم زيرو ضرب انفينيتي. هلا عشان ما اضيع وقت لانه خلص وقت. هول اذا بتعوضوا هون محل اكس انفينيتي بتطلع انفينيتي ضرب اي باور ماينس انفينيتي زيرو. فاكس اي ماينس اكس هي زيرو واكس اي اكس على الماينس انفينيتي. انتبهوا يعني لما الاكسبوننت بيكون بلس اكس وهون هلا بديش فوت كثير بالتفاصيل هون بتحفظون خلص بديش ضيع وقت عليه. بس هول غير حل ايه فيك تنزل الاي لتحت وتطبق لو بتقدر هون اذا بدكش تحفظهم قاعدات بالاي بتنزل لتحت بتصير اي باور اكس وهون بتنزل لتحت بتصير اي باور ماينس اكس بتصير انفينيتي على انفينيتي بصير فيك تطبق لو بتقدر. بس هن كلهم ثلاث قاعدات. بس انتبهوا ما تضيعوا هيدي على البلس انفينيتي مش على الماينس انفينيتي. انتبهوا على الماينس انفينيتي اصلا ما عندنا مشكله فيها بتطلع ماينس انفينيتي ماشي. يعني الاكس اي ماينس اكس احفظوها بس على البلس انفينيتي والاكس اي اكس بس على الماينس انفينيتي بتطلع ثاني. ضربوا لي حالكم علينا لهول الليمتس للتنين راح اعطيكم انا هومورك الديريفاتيف الباقيين ويمكن اعطيكم كم بار من سؤال الليمتس ماشي؟ طالما صرت تعرفوا الاساسيات اتفقنا؟ اوكي استاذ ماشي يلا هاف نايس ويك اند يو تو استاذ يعطيك العافيه يعطيك العافيه. Thank you.